مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصة جديدة من حصتكم دواكم في يديكم، وكنا بدينا الكلام الأسبوع الماضي في إطار مكونات الغذاء نتاعنا، les constituants de notre alimentation. بدينا في الأسبوع الماضي نتكلم على المعادن بصفة عامة، فاليوم تكلمنا على المعادن الموجودة بكثرة في جسم الإنسان للسيل مينيرو، وتكلم واليوم إن شاء الله راح نتكلموا على المعادن اللي نادرة يحتاجها الجسم نتاعنا، لكن يحتاجها في يعني آثار نتاع المعادن ما يحتاجش منها بزاف. ولكن قبل هذا نعطيكم صورة على البث المباشر، إذا ممكن تصوروا اللوحة هذه حتى تكون عندكم أوقات البث المباشر وأوقات الإعادة في على قناة المغاربية. فهذه هي عندكم البث المباشر اليوم على الساعة 3، ومن بعد إعادات يوم الخميس ويوم الأحد. فإذا قدرتوا تصوروها فهذه هي الصورة. في الأسبوع الماضي كنا تكلمنا على المعادن اللي احتاجها الجسم الإنسان، وهذه تسمى للسيل مينيرو. وقلنا بأن المعادن هي نوعين، كان اللي يسموهم لمينيرو ولا المعادن العادية، وكان اللي يسموهم لزوليغو إليمان أو المعادن النادرة. الفرق بينهم هو أن المعادن اللي نتكلموا عليها كمعادن أو معادن ملوح معادن هي تقدر بكمية بالجرامات ولا بالميليغرامات، أما لزوليغو إليمان فهي أشياء ما تحسبش بالميليغرامات ولكن أقل بكثير من الميليغرامات. ممكن أشياء يعني نادرة الإنسان ما يقدرش يتصورها، ما يقدرش يوزنها بالميزان العادي، هي في نانو بارتيكول، يعني هذو النانو المواد النانوية هذه ما توزنش، يعني فيها ما يشوفها الناس إلا بالك بالميكروسكوب الإلكترونيك. لكن هذه المعادن يا إما المعادن السامية أو الماجور ولا المعادن النادرة لزوليغو إليمان مهمة جدا لجسم الإنسان والحياة نتاع الإنسان، مش ممكن تكون على الأرض إذا هذه المعادن ما كانش موجودة في جسم الإنسان. لكن إذا كان المعادن هذه فيها نقصان راح تؤدي إلى أمراض مزمنة انتكاسية، دي مالادي كرونيك ديجنراتيف، وإذا كان فيها زيادة أيضا راح تحدث تسمم في جسم الإنسان وقد تؤدي إلى الممات. الجسم تاعنا عندما نأخذ هذه المعادن كلها تأتي غالب الأحيان من الأكل تاعنا، وعندما نأخذها في الأكل تاعنا ما فيش زيادة أكثر من اللازم أو نقصان، إلا أن إذا كانت المواد الغذائية تاعنا ناقصة، كان عملوا فيها الأسمدة، استعملوا الأسمدة في الفلاحة أو صفوها بطريقة أخرى، بهذه الطريقة راح تكون المعادن ناقصة من الأكل نتاعنا، وبالتالي نحتاج إلى مضافات غذائية. فقلنا المعادن السامية هي اللي موجودة بالميليغرامات ولا الجرامات، هي الكالسيوم، البوتنسيوم، الصوديوم اللي هو الملح، المغنيسيوم ولا الكلوريد دو مغنيسيوم، الكبريت، مش الكبريت، الكبريت زيادة، الكلور وأشياء أخرى. وتكلمنا على أربعة منهم، الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، هذول اللي تكلمنا عليهم الأسبوع الماضي. أما اليوم راح نتكلم على هذه المعادن النادرة لزوليغو إليمان.
لي زوليغو اليمون هذه تقريبا في جسم الانسان عندنا واحد بين 18 و 20 معدن نادر، من بينه الحديد، والناس كلها تعرف الحديد لانه يحدث فقر الدم. عندنا الذهب، الذهب ماهوش موجود في جسم الانسان لكن يحتاجه جسم الانسان لبعض العمليات نشوفها فيما بعد. عندنا النحاس، عندنا الفضه، عندنا المنغنيز، عندنا اليود، اليود اللي يحتاجها للغده الدرقيه، عندنا الزنك، وعندنا الفانديوم والسيلينيوم. هذو بصفه اجماليه، لكن كما قلت في تقريبا 20 معدن نادر في يحتاج جسم الإنسان. التعريف لهذا المعدن النادر هي أنها موجودة كما قلنا بآثار، يعني عندها آثار في جسم الإنسان، ما نقدرش نكيفها، ما نقدرش نوصفها بمليغرامات. داخلة في كثير من الأعمال في جسم الإنسان، و يقول الباحثين بأنها ماهيش هي اللي تحدث أشياء، لكن وجودها فقط، وجودها أنها موجودة في عملية من عملية الجسم الإنسان راح تقوي هذه العملية وراح تنشط العملية هذه، ولكن بدونها العملية هذه ما تحدثش. إذا كان فيها زيادة كثيرة العملية ما تحدثش، لابد يكون تركيز، تكون مركزة بطريقة معينة. المصادر للمعادن النادرة هي كالعادة عندنا اللحوم، وعندنا الحوت والبيض والحليب ومشتقاته، هذا من الجانب الحيواني. لكن في الجانب النباتي عندنا دائما وأبدا الخضر الخضراء اللي عندها خضورة قوية جدا، عندنا الفواكه والفواكه الجافة، عندنا العدس واللوبيا والفول وما يشبه ذلك، عندنا الحبوب والمكسرات والحبوب الكاملة، يعني القمح، الشعير، الخرطال وما يشبه ذلك إذا ما كانش مصفات. فكل هذه فيها هذه المعادن النادرة اللي يحتاجها الجسم الإنسان، والجسم تاعنا راح يستوعبها. لو كور دو لوم فا بروندر لي لا كونتيتي نيسيسير دو دوليغو اليمون ا بارتير دي فروي اي ليغوم اي ا بارتير دي برودوي انيمو. خلينا نشوفوا البعض من هذا المعادن النادرة. الحديد الناس كلها تفكر، لأن نتكلموا كلنا على الحديد وعلى الآخر، أنه معدن موجود بكثرة. لا، مش موجود بكثرة في جسم الإنسان، موجود بكمية قليلة جدا، لكن تحتاج الخلايا تاعنا لتقوية الأكسجين في الخلايا تاعنا. الحديد نعرفه أنه هو اللي يقوي الأكسجين، هو اللي يأخذ الأكسجين ويدخله للخلايا نتاعنا، هو يحفظنا من فقر الدم ويحفظ من كل نزيف الدم. تحتاج المرأة اللي تكون حامل لأنها تفقد كثير منه، لأن الجنين يأخذ منه كثير. وأيضا إذا ما كانش موجود راح القوة الجسدية تاع الإنسان تضعف. الحديد مهم جدا وهو من المعادن النادرة. المعدن النادر الآخر هو النحاس. النحاس مهم جدا لمناعة الإنسان، يقوي المناعة تاع الإنسان ويعطي الإنسان طاقة، وأيضا يساعد على استيعاب الحديد داخل الخلايا تاع جسم الإنسان، وفي نفس الوقت يمنع الأكسدة في الخلايا تاع جسم الإنسان. يعني الأكسدة قلنا الصديد أو التصدد تاع الخلايا ما يمكنش يكون مع الحديد. الحديد راح يكافح الأكسدة هذه، وإحنا قلنا في الماضي بأن الأكسدة هذه هي اللي تؤدي للأمراض المزمنة الانتكاسية، فيما من بينها السرطانات والعياذ بالله.
والشيء الآخر هو أنتي أرتروزيك، يعني مهم جدا في قضايا الأرتروز. كما تشوفوا كثير من الناس تشوفوهم يديروا مسياسة أو بغسلي نتاع النحاس، هذا لأنه يحفظ من الليزيطا انفلاماتوار، الحالات الالتهابية في جسم الإنسان خاصة في المفاصل اللي تكون يعني آنية غير ما جات ولا تكون مزمنة عندها بزاف وهي جات. كل الحالات اللي فيها انفكسيون، فيها تلوث بالجراثيم، الغريب، التعب اللي يجي الإنسان يجي تعب قوي، الانيمي نتاع الحديد اللي كاين، الانيمي فيري بريف اللي المشكل تاعها هو نقصان من الحديد، فالنحاس هذا يساعد على استيعاب الحديد داخل الخلايا ويمنع من هذا الانيمي. قلنا الحديد هو نحتاجوه باش ما تكونش الانيمي، لكن استيعابه يحتاج ايضا الى النحاس باش يدخل في خلايا الانسان. فالأولاد اللي يكونوا ما ينموش مليح، هذا ثاني يكون ممكن يخصهم الحديد. الناس اللي يكون عندهم بعض الأمراض الانتكاسية، الحالة تاعهم تدهور شيء فشيء، لابد يراعوا الماكلة تاعهم، لابد يشوفوا إذا الماكلة هذه مصفية كثير ونحاولها كاع الغلة تاعها ولا لا. إذا كانت مصفية ونحاولها الغلة ممكن الغلة تاعها ممكن الحالة تاعهم ناتج على نقصان من المعادن من بينها النحاس. وحتى في حالات الإسهال المفرط، في الأسبوع الماضي واحد كلمني على قضية الإسهال المفرط، قال لي عنده إسهال مفرط من تونس إذا تذكرت، وعطيت له بعض الأشياء يشوفها. لكن ما نقدرش نتكلم على قضايا كما هذه كالنحاس والأخر اللي الناس ما يعرفوهمش، لكن هذا إذا الإنسان يقدر يتحصل على النحاس كسائل، لأن الآن نشوفها راح يكون هذه كلها تكون في حالة سائل، يعني دي سوسبنسيون كولويدال، النحاس يكون في الماء، فممكن الإنسان يستعمل هذا اللي يكون عنده اون ديغي كرونيك، يعني إسهال مفرط ما يحبسش. الذهب كنت قبل حين قلت بأن هذا الجسم تاعنا ما يحتاجوش، لكن في قضايا العلاج مهم جدا، لأنه يمشي مليح مع النحاس ويمشي مليح مع الفضة كما سنرى فيما بعد. استعماله كالنحاس في كل حالات التهابات المفاصل، مثلا كما قضية لابولي أرتريت روماتويد، مهم جدا، يقوي المناعة تاع الإنسان، يعطينا الطاقة كالنحاس، أيضا يقوي الإنسان ضد التعب المفرط هذا أيضا، وعنده مفعول ضد الفيروسات وضد البكتيريات ضد الجراثيم، في كل الجراثيم، في كل حالات الأمراض الذهب مع الفضة مع النحاس مهم جدا. نشوفهم إن شاء الله هذه بتفاصيل في الأسبوع القادم. الفضة كلنا عندنا نستعمل الفضة، يعني ممكن خواتم أو مسايس أو مش به ذلك، وهذا مهم جدا. بعض الإناء اللي نستعملهم في البيت، يعني ممكن كيسان أو بعض الأحيان فرشات أو ملعقات من الفضة مهمين جدا ويساعدوا كثير على صحة الإنسان. فالنحاس الآن معترف به منذ زمان عنده مفعول قوي ضد كل أنواع الجراثيم،
ويستعمل كثير الآن في المستشفيات، لكن هو مستعمل من قبل آلاف السنين، حتى قبل سيدنا عيسى عليه السلام، لأن الجيوش في ذلك الوقت كانوا يستعملوه، يأخذوه معهم، يأخذوا قطعات من الفضة حتى عندما تكون عندهم جرحى يضمدوا الجروح هذوك بمسح الفضة على الجروح حتى ينقي الجروح من الجراثيم. وابن سينا يقول الباحثين بأن ابن سينا هو الأول اللي استعمل الفضة داخليا، يعني يشربوا الفضة، هو استعمله داخليا وخارجيا. لكن هو يقول تقول السجلات التاريخية بأنه هو اللي أول ما استعمله داخليا، كان يعتقد بأنه يصفي الدم، وهذا مش خطأ، لأن الآن يستعمل داخليا لكثير من الأمراض. ولكن ابن سينا أيضا كان يستعمله خارجيا، كان يعمل غبرة من الفضة يوضعها فوق بونسمو هكذا، ويوضعها على الجروح، والجروح تضمد وتبرى بسهولة. الآن نوجد الفضة عند الصيدليات، نوجدها في البانسمون، موجودين المستشفيات تستعملها، تستعمل الفضة باش تنقي الجروح من الجراثيم وباش تبري الجروح أيضا. وكما قلت هو يستعمل يباع في صيغة سائل، في صيغة سائل بالريتلا ونصريتلا أو كذا، وعادة يكون مش وحده، يكون دائما مع النحاس ومع الذهب. وأيضا الممكن النحاس الآن في صيغة مختلفة، ممكن يستعمل حتى لتنقية الماء. ونتذكر عندما كنت صغير مثلا، كان عندما الطفل يصوم للمرة الأولى مثلا، يكون عنده 9 سنين ويحاول يصوم في رمضان، يديروا له خاتم نتاع الفضة داخل الماء. الناس ما كانوش يعرفوا لماذا، يقولوا هكذا عادة، لكن هو يعقم الماء كثير ويقوي المناعة الإنسان. سبحان الله، الناس التقليديين كانوا يعرفوا استعماله. من استعمالات الفضة كغبرة أو كسائل من عند الصيدلي هو قلنا تعقيم الماء، يستعمل الإنسان في الماء ليغسلوا به الفواكه والخضر، وإحنا نعرف اليوم بأن الفواكه والخضر ملوثة، فيها كثير من المواد الكيميائية، فإذا كان الإنسان يقدر يستعمل نوع ما من الفضة لغسل الفواكه فهذا يكون جيد جدا، وراح يبعد علينا كثير من المشاكل. ممكن نعملوه في نحطوه في الماء تاع الحيوانات، لأنه راح يعقمهم وراح يكافح كل الجراثيم فيهم. يستعملوا الإنسان كسائل أيضا في المطبخ، في الحمام، في المرحاض، حتى الاسفنجات هذو اللي نمسحوا بهم ممكن نديروا فيهم الأخر، لأنه يقتل الجراثيم. المشط البروست على اللي نمشطوا بهم، الفرشاة الأسنان، حتى لي توش تاع الاورديناتور تاع البورتابل، ليكرون تاع البورتابل، هذو كل نقدر نمسحو بهم، نمسحوهم بما فيه شويه نتاع الفضه. وحتى يقدر الانسان يدير شويه من هذا عندما يغسل الملابس أو يغسل الطباسة في الآلات. هذا استعمال الفضة بصفة عامة، فهو معقم يقتل كل الجراثيم، ويباع في الصيدليات بصيغات مختلفة. فممكن الإخوة والأخوات المشاهدين اللي يحبوا يبدأوا يكلموا فيكلمونا الآن. نواصل على كلين. عدنا المعدن النادر الآخر هو السيليسيوم.
سيليسيوم هذا الإنسان عندما يكبر الإنسان الرجل أو المرأة يكون عندهم تقريبا 7 غرامات منه، يعني 7 غرامات ما ولاش شيء نادر، لكن موجود في كل جسم الإنسان، موجود في كل الأنسجة تاع الإنسان، موجود في القرويش بين المفاصل، موجود في هذا الغدة اللي تحت الغدة الدرقية، الشرايين تاع القلب، الشرايين في كل مكان يحتاج إلى السيليسيوم، والسنسور تاع الظهر العظام يحتاج إلى السيليسيوم حتى الإنسان يبقى عنده سنسور تاع الظهر قوي. الغدد اللي فوق الكلى تحتاجه، الكبد يحتاجه، الطحال يحتاجه، البنكرياس يحتاجه، كل هذه تحتاج إلى السيليسيوم. والسيليسيوم موجود في الماء، موجود في الحبوب كالقمح والخرطال والشعير وما يشبه ذلك، المكسرات أيضا، الجوز، البندق، الموز، العدس، اللوبيا، الفول. الآن رانا في رمضان وعندنا البلح، عندنا التمر، المعدنوس موجود فيه كثير، الثوم، البصل، كل هذه فيها سيليسيوم، والسيليسيوم موجود مهم جدا بالنسبة لنا. وفي الميدان النباتي الطبي تكلمنا كثير على الحريقة، لوغتي، لابخيل، هذه عشبة واحدة أخرى، هذه الخيل يقولها، وعندنا البامبو، هذا البامبو من نوع البامبو اسمه بامبو طباشير، هذا كلهم موجود فيهم. وسيليسيوم يحتاجه الإنسان خاصة الكبار السن، لأن الجسم تاعهم يبدأ ما يستوعبش المواد الغذائية، فممكن مضافات غذائية من سيليسيوم تكون مهمة جدا بالنسبة لهم. بدأت تأتينا المكالمات، فنبدأ نشرع في المكالمات. معنا سي جباري من عين الدفلة. سي جباري، السلام عليكم. سي جباري من عين الدفلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك خويا، صحة رمضانك. الله يسلمك. وصحة عيدكم غدوة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. تفضل خويا. الطبيب عندي قولون الارتياش. وش عندك سمعني؟ القولون، القولون ايه، القولون الارتياش. ايوه. من عندي مده، عندي 5 سنين وانا اتبع فيه ريجيم ودواء، بصح ولكن النزيف ما بقاش يحبس لي، من ديك يعاود يرجع لي مع اسهال حاد. يعني عندك نزيف في القولون؟ ايه، في القرحة. والطبيب واش قال؟ عندك قرحة ولا شي حاجة واحدة أخرى؟ عندي نزيف. إيه، الطبيب واش قال لك؟ الطبيب، التشخيص تاع الطبيب ما هو؟ التشخيص الأخير اللي درته قال لي عندك التهاب حاد في القولون. أي والله. أنت أولاً لابد تراعي الماكلة تاعك، تشوف شرك تاكل، لازم تنقص من كل شيء مقلي. هذه واحدة. ما ناكلوش الطبيب. نعم، ما تاكلش المقلي. شوف، ما ناكل المقلي، ما نشرب غازوز، ما ناكل حاجة حارة ولا لي زيبيس هذوك، ما والو. هذا الريجيم تاعي العادي. أيوا. أما شوف، حاول وهي كاين بعض الأعشاب الطبية ممكن مش موجودة في الجزائر، لكن تقدر تعمل عندك البابونج. تعرف البابونج؟ إيه، بابونج، نعم. أيوا. عندك البابونج، عندك الخزامة في قرعنا، الخزامة لا لافوند، الخزامة هذو ممكن تعمل بهم شايات. هذه واحدة. ثانيا عندك الطين الخضراء لابد تكون تشريها من عند صيدلي. شوف كاش صيدلي ولا كاش مكان يبيعوا فيه الطين الخضراء في الباكيات. نعم. الطين الخضراء هذه تاخذ منها مغرف واحدة في الليل، تديرها في الماء وتغطيها وتخليها للصباح. صباح خلوض الماء هذا كاع وشربوا على الريق. نعم. شربوا على الريق وعمل هذا لمدة 5 أيام، لكن مع هذا يلزمك تشرب الماء كثير في النهار.
نعم. وبعد على الدهون، بعد على الزيوتي، بعد على كل شيء، عندما تأخذ الطين هذه. نعم. هذه ممكن إن شاء الله بإذن الله راح تساعدك كثير. ممكن تكلمنا بعد أسبوعين، حوس على الطين الخضرة هذه، تباع، هي المفروض تباع في الصيدليات. بإذن الله. المفروض يبيعها في الصيدليات، وفي نفس الوقت أعمل تيزانات 3 مرات في النهار، مغرف تاع خليط من البابونج والخزامة، وشربهم والشفاء من عند الله. هكذا. عدنا الأخ أبو مصعب من جيجل. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. أهلا بك خويا. الله يسلمك، صحاب صورك مسبقا وصعايدك مسبقا. اهلا اخو، بارك الله فيك. يا دكتور انا عندي دي زانفلاماسيون صافي دي فاني. دي زانفلاماسيون. دي زانفلاماسيون ايجي. يعني عندك التهاب. التهاب ايجي. بون دي فاني بالك 30 سنة. فين الالتهاب؟ في المنطقة القطنية على مستوى الظهر اسفل الظهر. لما فما سمعتكش. الفقرة الرابعة والخامسة. ايوه. درت لي سكانر لي رام، كل واحد واش يحط في لي راديو. تسمى انا المشكل تاعي لي دياغنوستيك. عندي مشكل في دياغنوستيك. وانا كيما عندك مشكل في الدياغنوستيك. وي دياغنوستيك كيما يعني التشخيص، ما عطاولكش تشخيص باين. عطاولكش يعني باين. انا كيما راني هذا معك فوق، اني طريح الفراش. وشحال من طبيب انت شفته؟ يا والله غير شفت لي نورو شيريجي، شفت لي ريماتولوج، شفت لي اورثوبيدي روماتولوج. ايوا شفت بزاف طبيب. جيتي عالجي على ليبوك. ايه، وما عطاولك دواوات وما فادوكش. يعني لي سونتي انفلاماتوار لي كورتيكويد راني عايش بهم دوك. خلاص صح اخويا، صح اخويا. انا نعطيك زوج حاجات. نعم. تقبض الكرومبيط، تعرف الكرومبيط؟ الكرومبيط نعرف الكرومبيط. الكرومبيط الاخضر هذاك الاخضر مليح. نعم. تعصره بآلة، تعصره ماشي ما تطحنوش، ماشي لا سنتريفيوجوز. لازم تشوف آلة اللي تنحي لك العصير تاعو. ميكسر ولا ايوا سي ان اكستراكتور دو جو. هذاك تشرب زوج كيسان في النهار، واحد صباح وواحد في الليل. اجان دائما عندما تشرب هذا اجان. هذه وحده. والشيء الثاني، خذ كل صباح مغرف نتاع الكركم بشويه ماء سخون. الكركم وي الكركم لو كركما. داكور. هذا اثنين باذن الله راحين يساعدوك كثير. وكلمنا منا عملها لمدة أسبوعين ثلاثة، وكلمنا أعطينا بشرنا إن شاء الله. بارك الله ينورك. الله يسلمك خويا. بسلامة. سي محمد من وهران. السلام عليكم خويا. أهلا بك خويا. شوف دكتور، أنا عندي 65 عام. أي والله، الله يبارك. الله يسلمك. جي في بروستاتيك طوبي أون 2012. وش عندك سمح لي؟ قلت لك درت بروستاتيكتومي، قلعت لابروستات. نحاولك لابروستات. ايوا قلعت لابروستات. ايوا بصح من هذاك الوقت بوندر وكيرتياس وكل شيء دي نورمال، توتي نورمال. عندي ان سول بروبليم يدير راهي بالك في 2012، هو لانكونتينونس اورينير. اي والله. اي با ماشي سيفير، مي شويه كما في الصالات ولا دي فوا عندي دي بيرت. وي سيدي كيك شوز مع بحال هكا كاش امبلونت ولا كاش حاجه اللي تساعد. هذا المشكل، هو لابلاسيون دو لا بروستات، كي نحو لا بروستات يصير مشكل هذا. وي يعني دهتني، لكن حاول تقلل به، تقلل منه ببعض الحاجات. تعرف الريحان؟ الريحان نعم. هي كاين اعشاب اخرى اللي مفيده، لكن مش موجوده عندنا في المغرب الكبير، موجوده في اوروبا. لكن الريحان
ممكن تغلي شويه الماء تاعو، عفوا الاوراق تاعو مع الثمره تاعو، الثمره كحله هي. عنده ثمره كحله، دير قسم مغرف من الثمره هذه، قسم مغرف من الثمره في كثرونه، ومغرف مغرف نتاع الورق تاع الريحان. اون ميم طون ديرهم اون ميم طون، وغليهم واحد العشر دقائق في نص ريت لاما. نعم وشرب هذاك النص ريت لاما على ثلاث مرات في النهار ان شاء الله، لخاطر عنده مفعول يقوي الانسجه تاع الانسان، ممكن يساعدك في هذا الميدان. ولا ربما ممكن تكلمنا بعد اسبوعين وتقول لنا اذا نجحت فيه ولا ما نجحتش. ان شاء الله حاول باذن الله ان شاء الله، لان هذا عنده انا في استرانجون، يعني يقوي النسيج تاع كل الانسجه في جسم الانسان يقويها. والله المستعان. عندنا السي عمار من وهران. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك خويا. الله يخليك دكتور، سقطك على الله. ريتينوباتي بيكمونتير. ريتينوباتي بيكمونتير. بيكمونتير وي. عندك فكرة عليها؟ عندي فكرة عليها. مرضي هذه في العين. ايوا. انت شحال عندك وانت بالمشكل هذا؟ المشكل الشبكية هذا قول انا بيزعم هادو العوام تاعو اثر عليا، راه في 7 سنين. الاطباء كش ما عطاوك دواوات ولا لا؟ لا هما الدواء هذا قال لك راه معادي بحثوا فيه، مازال ما لقاو، قال لك داروا عليه تجربه لقاوه يضر، عاود حب شهر معادي بحثوا فيه. وي اوكي. عندك حاجتين ممكن تعملها. اولا كاين واحد العشبه اسمها لاميغتي، هي حبوب تشبه الثمره تاع الريحان اللي قلتها للانسان قبلك. هذه توجدها في اوروبا ممكن، واسمهم ليميغتي، ما عارف اذا عندهم اسم عندنا، لكن هذه تنوض في البلدان البارده. هذه ممكن ثان تستعملها، تجي في صيغات كثيره. لو اذا عندك مجال بتجيبها من فرنسا ولا، واسمها ليميغتي. ميغتي كاين لو ميغت هو الريحان، وميغتي هذه عشبه واحده اخرى تشبه الريحان. اكيد دي غبره، عشبه الغبره ماشي غبره، عشبه. لا هي كاين الاوراق تاعها وكاين الثمره تاعها، نتكلم لك على الثمره تاعها. الثمره هي كويره كحله هكذا. عندك هذه تقدر تشوف، اسال عليها، اضرب دوره في الانترنت وفتش عليها، تلقى فيها فوائد. الشيء الثاني والاستعمال تاعها كمل لي دكتور. نعم كمل لي. قلت لك الشيء الثاني هو تستعمل المعدنوس، دير غلي شويه المعدنوس وحاول توسي بشويه قطن تعمله في عينيك، دير قطرات في عينيك. ما نجمش نديرها. واظب. نعم منين نجي نديرها في القرعه تاع القطران ونبدا ندير فيه الكوت؟ قرعه تاع القطران. تاع ان كونت كوت هكذاك ممكن، ولا تقدر ديرها بشويه قطن وتمسح فوق عينيك غير بالعقل مرتين ثلاثه في النهار، وكل مره عاود هذا، ما تخليش يعني كل مره دير حاجه تيزانه جديده، وديرها لمده 3 اسابيع 4 وشوف اذا فيه تحسن ولا ما فيهش. ينفع المعدنوس دكتور؟ ينفع. نعم ينفع المعدنوس؟ ينفع. هو ينفع الحالات كثيره والعينين ينفع لهم كثير، فجرب هذه. هذه حالات لا ريتينوباتي يلزم الانسان يجرب فيها كثير من الاشياء، فانت جرب عندك هذا وعندك ليميغتي. فوالا ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. عندنا الاخ فاتح بجايه. الو الاخ فاتح، السلام عليكم. الزلف لي. اهلا بك خويا.
السلام اطبيك صفا. وعليكم السلام ورحمه الله اخويا، بارك الله فيك، صحه رمضان. الحمد لله، تفضل خويا. الحمد لله يا رب، صحه رمضان. كنت هنا اطبيك، حبيت نسقسيك، عندي مدام انسانت. وي. ومن بعد قالوا لها عندك الفيبروم. عندها فيبروم، وي. وي. الفيبروم هما واش طلبوا منك؟ قالوا لك دير اوبيراسيون ولا؟ لا لا، ما قالوا ليش. فيبروم كبير ولا صغير؟ والله ما قالوا لي، على بالك ما عطونيش دي ديتاي. اي والله. اوكي. من بعد الحوس كاش هكذا. ما كاش العشبه العجيبه اخويا، خاطر الفيبروم عندهم مشاكل هرمونيه وإعادة نظر في الأكل، وفيها بعض المواد الطبيعية يأخذها الإنسان. ممكن تخلي رقم تاعك نكلمك فيما بعد، لأن الكلام يطول في هذه الفيبروم، ماهوش حاجة سهلة. ما ليش أو الإخوة يأخذوا الرقم تاعك إن شاء الله ونكلمك هكذا أخويا. بارك الله فيك. عندنا الأخت رفيقة من فرنسا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيت نسقسي، كان في عمري 67. الله يبارك. وواحد يسلمكنا، واحد دوك عام ونص بديت ننقص في السمع. ما سمعتكش قولي. ننقص في السمع، لوديسيون نقصت شوية. لوديسيون اي والله. اوكي لوديسيون يعني في الاليمونتاسيون، وين كاين اون اورينتاسيون ولا يعني تبروتيجي شويه لوي كوا. وي لي بوا كوزي عندها كثير من الاشياء، من بينها الانسان كي يكبر بعض الاحيان يبدا السمع تاعو ينقص، هذا يحدث. لكن انت فين موجوده؟ في فرنسا. بوردو. نعم، بوردو. في بوردو. الو. نعم. انا واش ننصحك؟ نعم، على بالي في بوردو كاين على الاقل طبيب واحد تما نعرفه يعالج بالمواد الطبيعيه. نعم. ممكن تشوفي في لانيوير تيليفونيك. نعم. وشوفي ميدسان فيتوثيرابيوت. نعم. الميدسان فيتوثيرابيوت هذا راح يمشي، راح يعمل تحقيق معك ويبحث وكاع، ويبدا معك بعض لي تريتمون. عندما يشخص ويعرف الاصل نتاع لي بواكوزي هذه النقصان في السمع، يقدر يعرف واش من التريتمون يعطي لك، وهذا اللي لابد يتكلم معك في اطار كونسلتاسيون ولا حاجه. شكرا. فوالا. اما شوفي الميدسان فيتوثيرابيوت وروحي لعندو فيتوثيرابيوت، يعني يداوي بالطب الطبيعي. نعم نعم. فوالا، هذا هو بالشفاء ان شاء الله. عندنا الاخ احمد من تيزي وزو. السلام عليكم. احمد. اخ احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك خويا، تفضل. تفضل خويا، نسمع فيك. أخ أحمد. أخ أحمد راك على الهواء، إلا التلفزيون راه شاعل ممكن تطفيه من فضلك. يبدو لي فقدنا الأخ أحمد من تيزي وزو، ولكن معنا الأخ أحمد من الجزائر العاصمة. السلام عليكم الأخ أحمد من الجزائر. يبدو أن فقدنا الأخ أحمد من العاصمة أيضا. عدنا الأخ حمو من البيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك خويا. أهلا، تفضل خويا. أنا عندي بروستات صافي، واحد 4 سنين ولا 5 سنين عندي بروستات، ولكن ماشي بروستات كبيرة بزاف. البيسا تاعي خرج لي نورمال، مي واحد صافي 3 مواسع طلع لي شويه حتى التانك، طلع لي التانك. وحسيت بلي نجري شويه بحشرة لي طوالات، ومن بعد
ces derniers temps, on m'a conseillé de prendre une tisane de l'ortie. Oui. Donc, l'ortie en tant que telle, c'est la racine de l'ortie. Eh, la racine c'est de pas les feuilles, c'est pas, c'est pas les, le côté superficiel, c'est pas le côté aérien. Oui. C'est les racines d'ortie, effectivement, elles sont très très bonnes pour les problèmes de... une hyperplasie, c'est ça? Eh, c'est-à-dire... On te fera. Tu as le boutique, le sec, c'est le sec. Au bas de certains amis, on m'a conseillé de prendre cette plante. Oui, bon. Avec les racines d'ortie, effectivement, elles sont très bien pour les problèmes prostatiques. Avec chez Sani, oui, استعمال البصل. البصل. J'ai donné la recette à plusieurs reprises. Et on peut la trouver sur l'internet. Il y a un document qui s'appelle Stratégie nutritionnelle de santé digestive et générale. Vous pouvez le voir sur l'écran. Je m'excuse, ça, oui, deux semaines, ça, oui, bon, est-ce que vous avez accès à l'internet? Oui, bien sûr. Bon, voilà, vous avez sur l'écran un document qui s'appelle « Stratégie nutritionnelle de santé digestive et générale ». Google. Google. Et vous pouvez trouver le document, il est gratuit et vous pouvez le télécharger. Alors lui, là-dedans, vous trouverez la recette pour les problèmes de la prostate. Et vous trouverez le document, doit être gratuit sur internet parce que c'est mon document et c'est moi qui l'ai mis là-bas. Uniquement les racines, Nam. L'ortie, je prends uniquement les racines. Oui, pour l'ortie, c'est les racines seulement. Il faut faire bouillir les racines à raison d'une cuillerée à café par tasse d'eau chaude. D'accord. Une cuillère à café? Ou bien vous prenez une poignée de racines sèches. Hein? Vous la mettez dans un litre d'eau. Oui. Vous faites bouillir 20 minutes et vous buvez ça au fil de la journée. Voilà. Maintenant, vous avez la formule avec l'oignon qui se trouve dans le document qui est sur Internet. Vous pouvez le télécharger et vous avez pas mal d'autres conseils qui vont pouvoir vous aider à circonscrire les problèmes de la prostate. Voilà. عندنا السي عرب عرب من تيزي وزو. سي عرب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم تطولوا. سي عرب ممكن تطفي التلفزيون من فضلك. صح. الو دكتور. هاني اسمع فيك تفضل خويا. السلام عليكم صحاب الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طورك والعيد. عيدك مبارك غدوة إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، بارك الله فيك. صح، دكتور حبيت نسقسيك بارك. نعم؟ ألو. وي. أنا عندي ريضة، واش يليق له ريضة؟ واش عندك؟ ريضة في العينين. لكاتارين. عندك كاتاراكت وي كاتاراكت نعم واش يلقلها الكاتاراكت والله انا نعرف في الجزائر كاين الناس اللي عندهم حل هذا ببعض الاعشاب ثم ممكن تقصي الناس حولك الناس اللي يبيعوا الاعشاب ثم عندهم على بالي بلي عندهم عشبه اللي تساعد على ازاله الكاتاراكت انا نعطيك هنايا نفس الشيء المعدنوس غلي شويه معدنوس وبشوية قطن دير الماء في عينك مرتين ثلاثة في النهار ثلاثة في النهار مرتين ولا ثلاثة دير تيزانة تاع معدنوس والقصن غليهم في الماء لا
اقبض نعم. اقبض شويه معدنوس نص ربطه معدنوس وغليها غليها في ريت لاما نعم وهذاك من هذيك شمخ شويه قطن ودير في عينيك ايوا صح ابصل ما ما نراجعش نعم لبصل لبصل ديروها هكذاك ما تراجعش المعدنوس دير نص ربطه في ريت لاما غليها واحد العشر دقائق ومن بعد كي يبرد شويه دير شويه قطن ودير الماء تاعها في عينيك ولا دير قطرات قطرات بالكونت جوت يبدو سي عرب فقدناه عندنا الاخ محمد من فرنسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه اهلا بك خويا انا عندي بروبليم تاع البروستات بروبليم تاع البروستات اي المشكل انا اوديبي كنت بلوكيت من البول حاجيك هو شفت طبيب ولا ما شفت اي انا جاي شفت الطبيب درت باراسيون ثلاث خطرات ايوا ومن بعد قال لي سيتو الشيروجيان قال لي عندك ديابيت لابيسي تاعك اللي ما تمشيش حاجه دوكا هي ميم لو كانال تاعي لافيرج تاعي يوجعني ايوا وصار يدري حتى الكرعيه حاشاك من قاعدي ماكله في الدابور نتاعي وكلش صار عندي وعطاني اوتو سانداج قال لك سيت اون بروستاتيت لا بروستات نحيتها بقى شويه قال لي فيها تيم تيس بروستات نحيتها لا بروستات ايزوتو غراتي اجت ام تي بي المادي لا دونك لا بروستات تنحات ما تنحاش كومبليتمون مازال شويه فيها مازال شويه منها جرب دير دي كاتابلازم تاع البصل تاع البصل تعرف لي كاتابلازم اه قطع البصل هكذاك سخنوه مليح وديروه في الكرش الصغيره وين اجي نديرو؟ ديرو في الليل وارقد بها هكذاك نديرو على في الكرش الصغيره على الكرش الصغيره تحت السره ايه نعم عمق الشعر ايه ديروا هكذاك سخنوا شويه ديروا في كتانه ووضعوا على الكرش الصغيره واربط وارقد به حاول بالك هذا يساعدك يساعد هذا حاول كل واحد كيفاه بالك ان شاء الله يساعدك هذا ان شاء الله يساعد لان انت نحاولك البروستات وبقى فيها غير شويه هذا المشكل لكن حاول بالطريقه هذه عندنا السي احمد من تيزي وزو رجع لنا وعليكم السلام ورحمه الله صحه طيب واش راك خويا اهلا بك خويا بارك الله فيك صحه رمضانكم وصحه عيدكم غدوه الله يسلمك اخويا انتم صحه رمضانكم وصحه عيدكم ان شاء الله يا خويا امين اجمعين بارك الله فيك خويا تفضل الله يسلمك عندي حجره داخل الكلى عندك حجره داخل الكلى في الكلى ايه اي والله عندها 13 مليمتر ونص اي والله راهي خرج من الكلى راهي عند العروق هذوك تاع وين يخرجوا الماء وي ايه راهي تما شربت الزيت مع القارص وشربت الشيفون وشربت الدواء مازالوا هكذاك خلاص شوف عندك واحد كان كلمنا قبل سنه من جيت ورقله جاب لي ربي شيخ كبير بزاف الله يبارك 85 سنه في عمره الله يبارك له 84 الله يبارك كنت كلمته على المعدنوس ايضا المعدنوس عنده ان في ديوريتيك اكستراوردينير شاف يذوب عنده هذا الميزه انه ممكن يذوب بالكالكول فممكن تعمل ربطه كامله تاع معدنوس في ريت لاما غليها في ريت لاما وشرب هذاك الريت لا في النهار ريت لا في النهار ايه ربطه تاع معدنوس في ريت لاما
ربطه ربطه تاع الماء بنفس فريتله تاع الماء. اي والله غليها واحد العشر دقائق. ايه. واشرب الماء هذاك بصفه متواصله كل النهار. اشحال الطبيب 10 حاول 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 اسبوع اسبوعين. شوف على حسب حتى وين تشوف روحك ممكن تحسنت. ايه هذه واحدة. هذه واحدة. الشيء الثاني اذا قدرت تحصل من فرنسا على لوبيي دو تيول. لوبيي كي لوبيي اوبيي دو تيول. زيزافون يسموه في بعض النواحي في الجزائر الزيزافون. اذا لقيتوا هذاك ثان يساعد على ازاله لي كالكول يورينير ربما ماشي كلهم لكن عنده مفعول قوي في الميدان هذا. هكذا هيا ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. عندنا سي يوسف من بومرده. السلام عليكم سي يوسف. سي يوسف من بومرده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيا تفضل. واش هو السؤال تاعك؟ السؤال تاعك وشنو؟ السلام عليكم. اسمح لي على وليدي عنده حساسية عنده 16 سنة. الصوت ما راهش واضح بزاف خدي. وكيك عنده حساسية عنده الحساسية عنده 15 سنة في عمره. ما جابش كاميرا هو عنده الحساسية بس بالكونفا بالدواء بالقهوة ما يسأل. مش حال عنده الحساسية؟ عنده حتى وحدة 6 سنين هكاك. نعم؟ 6 سنين. 6 سنين هو بالحساسية هذه. بالحساسية وبالكونفا. وبس نفس ما يديرها يبقى لي يسأل. اوكي والطبيب واش قال لكم؟ شفتوا طبيب ولا ما شفتوش؟ عنده الطبيب شفتوه ولا ما شفتوش؟ يبدو سي يوسف تليفون ما راهش مليح. عندنا الاخ دحمان من الجزائر. اخ دحمان السلام عليكم. الأخ دحمان من الجزائر. ألو. السلام عليكم سيد دحمان. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل خويا. عليك الفضل. حبيت نتكلم مع الطبيب. نعم تفضل خويا. أنا عندي لا مرضي فورستي. وش من لا مرضي؟ فورستي. ما قبضتش الكلمة خويا. فورستي مربوط. ايوا اوكي خويا راك مربوط. نعم ايه خلاص ممكن تخلي الرقم تاعك نكلمك فيما بعد خويا. يسدو عليا نعاود نكلمك ان شاء الله او الاخوه يقولوا الرقم تاعك نعاود نكلمك. عندنا الاخ عبد القادر من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم حكي. اهلا بك خويا. رمضان مبارك. كل عام وانتم بخير وعيد مبارك غدوه ان شاء الله. مبارك وغدوه العيد ان شاء الله. عيدكم مبارك هكذا ان شاء الله. الله يسلمك خويا تفضل. حكيم انا عندي مشكله بالنسبه لمون فيس ولدي الى 26 ans et cette année là l'étudiant. حتما هذاك الفيتيليغو يعني كيما نقولوا البرص بداو له دي طاش سيغ سون فيزاج سيغ سون كور. فوالا لا تعطينا حل ان شاء الله. شفتوا طبيب ولا ما شفتوش؟ بور لانستون راح الطبيب عطاه دي زاناليز وهو ما عندهاش الوقت باسكو كل يوم في فرنسا هنا يتنقل هو كما نقولوا حنا يخدم انجينيور ستاجير
في سا ديرنيغ اني تنقل ما عندهاش حتى الوقت باش يدير زاناليز. هذا سي نعم هذا سي فوندامونتال باسكو لي زاناليز هما اللي رايحين يقولوا واش من النوع من المشكل اللي عنده. نعم غالب الاحيان الاشياء هذه تاتي من الداخل، يا اما كان مشكل مع الكبد، يا اما كان مشكل مع حساسيات، يا اما كان مشكل مع وسواس، يا اما كان ارهاق، فاشياء تخرج هكذا. نعم نعم لي زاناليز لابد منهم، هذه واحده. ثانيا انت فين موجود في فرنسا؟ انا موجود دواحي اليوم. دواحي اليوم شوف ثان حوس لوكالمون ان ميدسان فيتوثيرابيوت باسكو القضيه هذه ما كاش العشبه العجيبه اللي راح تحل المشكل. لابد تشوفوا واحد اللي يقدر يتبع وليدك ثم بصفه مستمره حتى وين يلقى نعم. المشكل تاعو ومن بعد يلقى له الحل. نعم بارك الله فيك. الله يسلمك خويا. سلامة. نعم نعم عندي سؤال اخر لي انا شخصيا. بالخف لان عندنا مشاهدين اخرين من فضلك تفضل. بالخف نعم انا عندي من اكرمكم الله نروح للتواليت نشمك ولا وي. عندي دائما هذاك الثلاث هذاك من قريب نتوضا تخطرتين ثلاثه ونلقى الاخر وانا عندي راه عندي 56 سنه نقولوا. تبقى تعصر في روحك ولا حاشاك البول ما يخرج؟ لا لا البول يبقى يخرج يسيل يعني بعد ما نستنجى وكل شيء يحبس نعاود كي نروح نبغي نتوضا يعاود يجيني شماغ. ورحت شفت طبيب ولا ما رحتش؟ روحت شفت طبيب خطره عطاني دواء وكل شيء. واش قال لك المشكل تاعك؟ درت لي زاناليز قال لي ما عندك والو نقولوا لي انا سامجان في الكوتينيان تاعي هذا وخاصه في العمل وكلش. ما قالكش عندك مشكل مع لابروستات ولا لا لا درت الاناليز وكلش قال لي ما عندكش لابروستات ولا حاجه. انت سقسيته ولا ما سقسيتوش؟ سقسيته درت عطاني لي زاناليز وعطاني درت مام دي زاناليز عند البيولوجيست وعطاني عقاقير عطاني دواء وقال لي سي نورمال قال لي من مع الكبر وكلش عندك هذا المشكل هذا. اوكي خويا ممكن نعيط لك فيما بعد ونطلب منك تفاصيل اضافيه على هذا. نعم لان عندنا مشاهدين كثير اللي حابين يكلموه. نعم نكلمك فيما بعد الاخوه يقبضوا رقم التليفون تاعك وان شاء الله نكلمك. نعم شكرا بارك الله فيك. عندنا الاخ عباس من الجزائر. السلام عليكم. يبدو فقدنا عباس من الجزائر. عندنا الاخت فاطمه من الجزائر. اخت فاطمه السلام عليكم. السلام عليكم اختي صحه رمضانكم. الاخ عندي مشكل في المعده تاعي يعني عندي واحد العام هكذا كنت كي ناكل خاصه في رمضان كي ناكل تحكمني كي دي كروم يحكموا لي كوم دي كروم في الاستوما اشاك فوا نشرب تيزان دي تيزان تيزان ومن بعد شريت هذاك شاربونيل هذاك يعني حبس لي شويه السطر هذاك الشهر كنت لاباس بصح من داك تعاود تولي لي هذيك ومن بعد رحت عند الطبيب عند غاسترو درت فيبرو ودرت بيوبسي هذيك لا بيوبسي لا كوكيزون تاعها غاستريت انترال اريماتوز ومن بعد كي خرجوا لي هذوك لي ريزولتا خرجوا عند قالت لي عندك ميكروب اش دي بو اكتيف ايوا عطاتني فلازول وكلاموكسيل وبروتون. اوكي. شربتهم، إيه نعم شربتهم، يعني حبست لي يعني الحمد لله حبست لي، ومن بعد هذيك درت غيجيم يعني نحاذر على روحي أنا ناكل لي سوب بزاف، أنا أصلا نحب لي سوب، ناكل لا سالاد لي ليغيم، مي بصح ساعة ساعة وتعاود تولي لي هذيك لاكروم، وهذا رمضان كيف كيف. أيوا. والله هذا رمضان سوفريت. واش حاجة أخرى تاكلي؟ عندكم اللحم الحلو، عندكم الحلويات، عندكم. انا من قاطو الحلويات ما ناكلش بزاف ناكل بون الحم الحلو ناكل هذيك العينه هذيك الفخينو هذاك ناكل حبيبات هكذاك هذا ما كانوا الشوربه يعني الشوربه كيما عادي صح اختي انت دوكا قبل الماكله دوكا انا خارجين من رمضان وبالمناسبه عيدكم مبارك غدوة يسلمك عيدكم مبارك حاولي تاخذي مغرف تاع كركم ها كركم لو كركوما ها نعم مغرف تاع كركم
كل صباح على الريق. نعم. ايوا خذي هذا على الريق مع شويه ماء سخون. نعم مع شويه ماء سخون، نخلطوا في الماء سخون ولا نديروا كيما حبيتي، خلطيه ولا ديريه في فمك وشربي موراها الماء سخون ولا كيما حبيتي. يعطيك الصحه. هذا هو مغرف تاع قهوه كل صباح بهذا، هذه وحده. الشيء الثاني عندك الان حاولوا تكونوا عاده تاع شايات تاع الاعشاب مثلا. نعم. في قضايا المعده هذه ممكن الانسان ياخذ الشاي تاع البابونج لا كامومي. إيه؟ بابونج مع الخزامه. نعم. الخزامه عندها مفعول على المعده وعندها مفعول تهدئي على العقل. الانسان يكون مضطرب عنده مشاكل قاعدة تهدن له العقل وفي نفس الوقت تساعد على المعدة. دونك هذه كامومي لافوند، كامومي لافوند هذه مع الكركم إن شاء الله يساعدوك كثير. يعطيك الصحة. الله يسلمك. وهذا الميكروب، هذا الميكروب اللي قالت لي عليه يعني سي با ميشا، ماشي حاجة يعني. هذيك شوف شوفي معاها، ما نقدرش نتكلم لك على قضية الميكروب، هذيك حاجة واحدة أخرى، لكن أنا نعطيك في الحلول، الحلول الطبيعية اللي ممكن تساعدك. إذا شفتي هذا ما ساعدكش من بعد أسبوعين ثلاثة أرجعي لي نعطيك حل واحد آخر. يعطيك الصحة. الله يسلمك. هيا بسلامة. عندنا من الأخ نور الدين؟ نور الدين من مسيلة. السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. الله يسلمك. أهلا بك خويا. يبدو لي نور الدين تليفونات ماشي مليحه اليوم مع الجزائر. الو نور الدين من المسيله. عندنا الاخ محمود من البيره. السلام عليكم. الو السلام عليكم دكتور. اهلا بك خويا. اهلا خويا، صح رمضانكم وبالمناسبه صح عيدكم. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله على المؤمنين اجمعين ان شاء الله. دكتور عندي اون فيا دو 5 اون. وي. عندها اون فيسي نورولوجيك. واش عندها؟ اون فيسي نورولوجيك. Oui. Un a une incontinence urinaire de naissance, yani de naissance. Oui. À chaque fois, à chaque tout le temps. Oui. Bon, des rééducations au niveau terrain, exact, mais ça n'a rien donné. Je ne sais pas si c'est comme chose tabiaïa ou la je ne sais pas. Oui. Il semble que certaines plantes astringentes, quand tu te parles de l'herbier, الاوراق نتاع الريحان. ايوه. ولي بي سي سورتو لي بي اللي عندهم ان افي بيان استرانجون، هذه وحده. عندك الشيء الاخر هو مانيش عارف اللي عندكم ذيل الخيل يسموه بالعربيه مترجمينه بالفرنسويه لا بخال. واحد العشبه اسمها لا بخال. لا بخان. بخال. 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 ايه هي باللي ترجموها بالعربيه ذيل الخيل. هذه ثان عندها 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 بون افي في قضايا الانكونتينونس تاع الدراري الصغار. هادو هما عريقه دكتور ولا؟ نعم. هادو عريق ياك ولا طول الوقت؟ نعم انت تشوف تاخذهم حتى وين تشوف تحسن. المشكل برك مع الدواء الطبيعي انه يحاول كيف يرجع استقرار في جسم الإنسان، ماهوش يعالج مرض معين، يعمل استقرار، إعادة استقرار. يعني عندما يكون الإنسان عنده مرض معين يكون عدم استقرار داخل جسم الإنسان، فالأعشاب هذه تحاول تحدث إعادة استقرار في جسم الإنسان وبالطريقة هذه الأمراض تزول. فالإنسان يجرب حتى ما بيد يشوف، حتى ويشوف المشكل يبدأ يروح ان شاء الله. هكذا جرب إن شاء الله. واذا ما كان شيء عاود ارجع لي مره اخرى بعد اسبوعين ونشوفوا. هيا بارك الله فيك. عندنا الاخ ياسين من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. Bon, je crois qu'on a perdu Yassine França. Adnalam Yamin Blida. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
حبيت عندي سؤال. عندي بنتي عندها 9 سنين في عمرها. لا ممكن تعودي سؤال أختي من فضلك؟ عندي بنتي في عمرها 9 سنين. أيوة. وعندها تبول لا إرادي، تبول في الليل. أي نفس الشيء كالإنسان اللي فات هذا. هي شربت خاتمه، بديتها للطبيب شربت الدواء، بس غير تحبس هذاك الدواء تعاود تولي تبول. أي والله يعني الدواء ما حلكش المشكل. انت عندك فكره لماذا وقتاش بدا هالمشكل هذا؟ هي ملي كانت صغيره ما بطلتش البول. ما صار لهاش كاش مشكل نفسي ولا؟ لا لا لا, لا ما عندي حتى. مانيش عارف انا كاين الناس اللي يحكوا حكايات اللي تخوف الدراري صغار. لا قضيه الذيب، قضيه الحاجات يخافوها حنش، مانيش عارف. وكاين الدراري صغار اللي من جراء هذا ممكن تجيهم لانكونتينونس، سي بوسيبل. هي لا لا انا ما نحكي لها. ما وعندها شغل حبست واحد شهرين هكذاك، حبست قطعات وكامل البول وعاودت ولات تبول. اوكي اما شوفي كما قلت للاخ هذا قبلك انتيا، حاول هذا، كاين هذا الماده اللي يسمى لابخال ولا الثمره نتاع الريحان، لي بي لي بي تاع الريحان، لي بي دو ميرت. لي بي دو ميرت تحاول مغرف تاع لي بي دو ميرت ممكن تلقاها عند العشاشبيه، قول لهم الثمره الكحله هذه نتاع الريحان تاع الريحان مغرف تاع قهوه، ديريها لها في نص ريتل تاع ماء، تغليها لمدة 10 دقائق وتعطي لها تشرب من حين إلى آخر في النهار. بعد صح. حاولي هذا. سينو إلا عندك حاولي عند لي فارماسي عندنا إلا عندهم لابخال. لابخال. ديل ديل لابخال. الخيل. ديل الخيل. إيه. ديل الخيل. سيرو ولا؟ هي جيك عشبة نورمال، ما عشبة ثانية تغليها مغرف تاع قهوة في كسمة. وتعطي لها تشرب، هذه ثاني تساعد على الانكونتينونس يورينير ان شاء الله. وطبعا ما عدا هذا يلزم الانسان يشوف الاسباب اللي ادت لهذا. هو الاخر العلاج تاع العرض تاع العلامه تاع السيمبتوم ما يكفيش، لابد الانسان دائما يروح يبحث وراء هذا، لماذا الطفله هذه جاتها هذه، فهنالك اسباب. عندما ننحي الاسباب المشكل يروح، لابد نفهم الأسباب. عندنا الأخت فاطمة من تيسم سيلت. ألو. السلام عليكم. سلام. أهلا أختي. كيف أستاذك مليح؟ الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله. تفضلي أختي. يا أستاذ أنا عندي إنفلاماسيون في البومون. إنفلاماسيون وين؟ في البومون. لي بومون. شكون اللي قال لك هذا؟ هم الاسكانر ولي راديو. اي والله. وعطاو لك دواوات ولا ما عطاو لكش؟ عطاوني دواوات وغي المناعه راحت لي، ما كان حتى تحسن. ما دواوات ما فادوش؟ ما دخلت لوبيتال ما كان والو. شحال اللي عندك انت بالمشكل هذا؟ عندي عام. عام اللي اكتشفت هذا الماء. أيوة. وعندي فعلا ما بغاش تحبس عليا. خلاص شوفي انت في تيسم سيلتا، تيسم سيلتا ما نعرف حتى واحد تما، لكن لو تحاولي توجدي انسان يعالج بالاعشاب محليا ثم وتروحي تشوفيه احسن لك، لان عندهم في البلاد عندهم اشياء اللي ممكن تفيد محليا ثم. انا ممكن نقول لك اشياء هنا مش موجوده في الجزائر، ما راح تساعدك، لكن شيء واحد تقدر تديريه هو حاولي ديري البيخان تاع البصل، تقطعي البصل صغير صغير هكذاك وتسخنيه وديريه على صدرك. اذا الشيخ عاود لي من فضلك. نعم بدك عاود لي ما سمعتكش الشيخ. ما قلت لك البصل، تقطع البصل تقطعه رقيق
وتسخنيه شويه، تسخنيه في مقله ولا حاجه وديريه في كتانه وتوضعيه على صدرك. صح. ديري هذا في الليل ورقدي بها هكذاك، وحاولي تعملي لمده اسبوع اسبوعين وشوفي اذا تحسني ولا ما تحسنيش. ان شاء الله يحسن. هذه الاشياء اللي ممكن نعطيها لكم لان موجوده، اما اشياء علاجيه اخرى هذيك تدخل في في دواوات طبيعيه واحده اخرى اللي مش ربما مش موجوده في الجزائر. هكذا اختي بشفي عليك ان شاء الله. الاخ صادق من تيزي وزو. الو. الاخ صادق من تيزي وزو. نو سي با صادق سي Je suis ton épouse. Ah bon, d'accord. Parce que je... Merci. Okay. Allô. Tudli, tudli. Oui. Salam. Avant la télévision, les narhaneko, alors ça demande que l'on s'entende avec vous. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. طلع تفضلي اغلقي التلفزيون من فضلك. وي فوالا. الو. وي فوالا جو زابيل دو لا بار دو مون ماري. وي داكور. فوالا il a un problème de glaire qui traîne depuis des années. Un problème de glaire. Oui. Oui. Voilà, je vous informe que ce n'est pas un fumeur, c'est, il a une bonne hygiène de vie. Oui. Sauf que là, il crache sans arrêt. Il a été voir des physiologues, il a été voir des pneumologues, etc. Mais le problème persiste toujours. Hein. Et puis, ils sont ni verdâtres, ni jaunâtres. Hein. C'est-à-dire que c'est des glaires qui sont clairs. Mais là, vraiment, ça handicape la vie et c'est vraiment désagréable. Oui, je m'en doute. Je m'en doute. Voilà. Voilà. Allô. Très bien, merci. Oui. Voilà. Bon, vous pouvez essayer, c'est peut-être le moment maintenant, les feuilles de ronce. Les feuilles de ronce. Toutes les khala d'ak, tu as le khala. Non, j'entends pas très bien. Les feuilles de. Eh oui, il y a un problème avec la liaison téléphonique, je sais. Les feuilles de ronce, la plante épineuse, qui est la ronce qui donne des murs noirs. La plante épineuse qui donne des murs noirs. C'est ça. Des murs noirs. D'accord. Toutes les khala, toutes les khala. Toutes les khala. Ah, les murs noirs, très bien. Oui. Voilà. Alors, vous avez ça, tout le khal lui-même, vous pouvez faire faire bouillir dans un peu d'eau et faire des gargarismes avec. D'accord. D'une part. Mais plus précisément, ce sont les feuilles de la plante. Les feuilles de la plante. La plante qui s'appelle la ronce. La ronce. Oui. L'ulayk. L'arabie, on a l'ulayk. Très bien. Ils se mouillent le lait. Oui. Voilà. Alors, c'est les feuilles elles-mêmes qu'il faut faire, faire une décoction, il faut faire bouillir et faire des gargarismes avec. D'accord. Il fait du gargarisme avec. Très voilà. Bien. Ça peut, puisque médicalement, ils ne trouvent rien du tout. Bon, vous essayez ça. En général, pour tout ce qui est la sphère ORL, c'est excellent. Parce que là, ça vient du lait, hein. Ça vient du lait. Comment? Et puis, voilà, et puis ça crache, ça... Bon, ça fait rien. Vous faites bouillir une cuillerée de feuilles de ronce fraîches ou séchées dans l'équivalent d'un verre d'eau. Ça boue 5 minutes comme ça, et il fait des gargarismes avec. Ok, il fait du gargarisme avec. Voilà. Voilà, bichef, inchallah. Adal, ukht fila min France, assalamu alaikum. Allô. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, khouya. Ahlan bik, khouti, idkoum moubarak adwa, inchallah. Barak fikoum, khouya, mtab khayr. Khouya, j'ai des crampes. Des crampes. Oui, j'ai des crampes dans mes jambes, dans mes mollets, ça me prend toujours la nuit.
Ça fait combien de temps que vous avez ça? Oh ben ça fait un bon moment. Bon, vous avez vu un médecin? Oh, j'ai vu un médecin, il dit que vous manquez de calcium. Je suis en train de prendre la vitamine B3, la vitamine C, peut-être parce que je bois pas assez d'eau, je sais pas. Ça fait mal, ça fait très très mal. Ouais, je suis obligée de me lever la nuit. Oui. Est-ce que vous avez essayé de prendre du magnésium? J'ai pris la dernière fois, mais ça m'a rien fait. Vous avez pris pendant combien de temps? Ben, j'ai pris pendant un mois. Le magnésium? Oui. Ah. Et j'ai déjà dans ma maladie, j'ai déjà l'ostéoporose. Oui, l'ostéoporose, oui, c'est autre chose. C'est un problème de fondamentalement de d'absorption du calcium. Ouais. Oui. Bon, écoutez, ce que je vous conseille, moi, c'est de prendre chaque matin une cuillerée de curcuma. Je mets toujours du curcuma dans ma manger. Oui, mais vous prenez ça à jeun, comme ça, avec un peu d'eau, oui. Un peu d'eau chaude. Vous prenez à jeun une cuillerée à café chaque matin. Oui. Et vous essayez. Ça peut vous aider dans ce sens. Sinon, je suppose qu'il faudrait faire des analyses complètes pour savoir d'où vient le problème. Parce que si ce n'est pas le calcium, si ce n'est pas le magnésium, il faudrait vraiment rechercher d'autres causes. Oui, déjà, de toute façon, mon diabétologue m'a donné un bilan à faire, que je dois le faire avant la fin du mois. Bon, ben, faites les analyses. Et entre-temps, essayez de prendre du curcuma chaque matin. D'une part. D'autre part, si vous trouvez maintenant les orties sont un peu partout, essayez de prendre de l'ortie aussi. L'ortie, où est-ce qu'on peut... C'est un reminéralisant général et ça peut vous aider beaucoup. On peut les acheter dans les plantes. Oui, je parle de l'ortie comme plante, oui. Oui. Et je bois comment? Je fais en tisane? Oui, les orties, vous pouvez les cueillir dans les champs ou vous pouvez les acheter en pharmacie si vous voulez. Ah oui, dans les champs, moi j'habite dans la région parisienne, il n'y a pas de champs. Ah bon, dans la région parisienne, vous avez une vingtaine de magasins bio. Oui, voilà, il y a des magasins bio, ça, je sais. Voilà, d'une part. Et d'autre part, vous pouvez toujours demander l'avis du responsable là, parce qu'en général, c'est des gens qui sont formés en phytothérapie et qui localement pourra vous montrer un produit quelconque naturel qui pourrait vous aider aussi. Voilà. Bichif, Inch'Allah. Bon, nous avons Omar Mimbijay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam bikouya. Wa shakum sawa sahaïdkoum. كل عام وانتم بخير ان شاء الله خويا بارك الله فيك تفضل ان شاء الله ان شاء الله دكتور عندي بروبليم دي زيمورويد اي والله وي اي ودي فوا كاين واحد التواليت كاين الدم ويسيلو اي والطبيب شفتو ولا ما شفتوش ما شفتوش يلزمك تروح تشوف الطبيب هذه شيء اول شكون اللي قال لك باللي هما دي زيمورويد أنا بحثت في اليوتيوب وكل ما كاين الانتفاخ تما هو باسكو لو سون كي سور سي دو سون فري ولا روج ولا نوار ولا روج نورمال الدم نورمال وي مي سا بو اتر لي زيمورويد كوم سا بو اتر اوتر شوز Voilà, Anna, je suppose qu'il vaut mieux aller voir un médecin. Je veux pas vous donner un conseil comme ça. Parce que ça peut être des lésions plus haut dans le côlon et qu'il faudrait traiter. C'est possible. Ceci dit, c'est possible que ce soit des hémorroïdes. Mais là, je préfère que vous voyez un médecin plutôt que d'aller sur Internet. Ah d'accord, je suis un spécialiste. Voilà, khouya, aya koul am ou tom khir. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحصة فما بقى لي إلا أن أقول لكم عيدكم مبارك غدا إن شاء الله
وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.